منتظر الفطور. والله كريم. وين الحليب؟ الحين بيجي. يعني انت جايب الفلافل اول شيء؟ بارك الله فيك. الفلافل. هذه الفلافل، شفتوا الفلافل؟ هذه الفلافل. فلافلهم مقرمشة وطيبة. وهذه الطحينة. وهذه الطحينة. مقرمشة، اسمعوا. لا بسكر. سكر؟ سكر عادي، قولوا سكر وبس. والله يستر، الله يستر لا يطلع مطعم الشلال بعد يتعامل مع الصهاينة. كل ما رحنا مطعم قالوا هذا المطعم يتعامل مع الصهاينة. كل ما رحنا مطعم قالوا هذا مطعم صهيوني. والله المستعان، هذا ترى مطعم الشلال، اسمه الشلال. وين جول؟ شاي بالحليب، شاي حليب، شاي حليب. اليوم ما جاب لنا الفلافل حارة، باردة الفلافل، دافية يعني، دافية. وهذا مطعم الشلال من الداخل. ترى انا اكل باليمين، هذا اليمين مو اليسار عشان الكاميرا بس معكوسة. هذا اليمين، بارك الله فيكم، هذا اليمين. بسم الله. الحمد لله خلصنا الفلافل ابو ريالين، وباقي فطيرة الجبن. انتظر فطيرة الجبن. واحد جبن صح؟ هذا الفلافل اللبنة؟ اي واحد جبن. لا انا قلت لك واحد جبن بس، هذا ايش؟ هذا اللي فيه اثنين جبن وثلاث واثنين زعتر. ما في فلافل اللبنة؟ فلافل اللبنة هنا. لا خلاص انا اكلت فلافل. يجيكم سكر فلافل اللبنة. ها قال.
طب اقدر اطلب لي ولا لا؟ خلاص وين البطاقة؟ اعطيني البطاقة. بعد اكثر من هذا تطلب؟ هذا عندك فلافل وعندك جبن و يلا على البيت توكل على الله. وهذه فطيرة الجبن. هذه فطيرة الجبن. وهذا الكيس مالهم مكتوب الجودة أولا. بس الكاميرا مقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هاي برلول الخبر. هاي برلول الخبر على شارع 30. هذا شارع 30 بالخبر الجنوبية، وخلف هاي برلول منطقة الصبيخة. وهذا فندق جولدن توليب. جولدن توليب فرع هاي برلول. وأمامنا مباشرة تشاهدون المسجد، مسجد سالم بن لادن على كورنيش الخبر الجنوبي. هذا المسجد داخل البحر. هذا المسجد داخل البحر، موقعه جميل ومنظره جميل، لكن للأسف هذا المسجد من الداخل يعني غير جيد، متهالك وغير محدث. وهذا طريق الأمير تركي اللي هو طريق كورنيش الخبر. نعم. وهذه منطقة الصبيخة. هذه منطقة الصبيخة بالخبر. هذه كلها الصبيخة. الصبيخة منطقة قديمة ومشهورة كانت في الخبر، يسكنها كان السعوديين واكثرهم الدواسر، دواسر البحرين، هم دواسر الوادي، دواسر البحرين. هذه كلها صبيخة. أما الآن يسكنها الهنود في الدرجة الأولى، يسكنها البنغال، البنغلاديش، وهنود وباكستان. والريحة ريحة طبخهم واصلة لعندي هنا، ريحة طبخهم البهارات من الصبح واصلة لعندي هنا. طبخ الهنود والبنغال والباكستان جايين من الصبيخة. هذه منطقة صبيخة، كلها منطقة صبيخة إلين الإشارة هذه تنتهي منطقة صبيخة. وشوارعها ضيقة، يعني تمشي فيها يلا سيارة واحدة، ومزدحمة، كل الطرق فيها سيارات تلاقي واقفة. منطقة قديمة يعني تحتاج إلى تحديث، ولن تحدث لأنها منطقة شعبية. وهذا مركز شرطة شمال الخبر. هذه شرطة الخبر الرئيسية هنا. وهذا طريق الأمير تركي وكورنيش الخبر القديم والأصلي. هذا طريق الملك عبد الله يلتقي مع طريق الأمير تركي اللي هو كورنيش الخبر. وهذا كورنيش الخبر. الأجواء جميلة على كورنيش هنا ما شاء الله، والإطلالة جميلة. وهذه جزيرة نون. وهذا فندق ميريديان الخبر.
مكان جميل هنا. ما شاء الله شروق الشمس من وسط السحاب. وهذا برج الخبر اللي صار 15 سنة ولم يفتتح حتى الآن، ولا نعلم لماذا. وهذا ممشى كورنيش الخبر، هذا الكورنيش الشمالي، وهذه منطقة الدراجات السيكل، اللي يبغى ياخذ له سيكل يتجول يأجر هنا تقريبا 50 ريال أو 25 ريال، ربع ساعة ونص ساعة تقريبا. منظر الشمس من السحاب، وهذه السياكل للأيجار مثل ما تشاهدونها، جميلة وحلوة. بها بريك بعد وحديثة، وهذه حق الأطفال الصغار، وهذه حق الكبار، وهذاك برج الخبر سيتي بايكي. والبحر يلمع، وهذه الحمام بالقرب من الشارع.
بحيرة البط، بحيرة البط، مقابل بحيرة البط في جهاز لشحن السيارات. أول جهاز أشوفه بالخبر هذا جهاز لشحن السيارات، السيارات الكهربائية. اللي عنده سيارة كهربائية يبغى يشحنها شاحن سريع، هذا مكان مخصص هنا عند بحيرة البط. وهذه بحيرة البط، وهذه الأنشاط صغيرة للأجار اللي بياخذ جولة في البحيرة. يمكن هذا المكتب تبع الأجار أو مقهى، هذا ما أعرف، لا يمكن هو شوفه شباك يعني، بس فيه كراسي وجلسات، شكله مكتب تذاكر. وهذا جوز من البط، منظرهم جميل، متقابلين. وخلصنا جولتنا من بحيرة البط، والله كيف.